مرحبا. عندما تشعر بالكبرياء، يقول لك الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. سألوا طفلة مرة، قالوا لها: شو يعني الحب؟ قالت لهم: إني أحط احتياجات اللي بحبه قبل احتياجاتي. أما التواضع فإنه إحنا نحط احتياجات الآخرين حتى اللي ما منحبهم قبل احتياجاتنا. التواضع بخلينا نوصل لنعرف ذاتنا، ونعرف اللي اتواضع من أجلنا وترك عرشه وأجى طفل صغير في المغارة، نام على خشبة على القش وبين الحيوانات، ليقولنا إنه كل هالغنى أنا تركته وشلت احتياجاتي وكل شيء وحطيتكم أنتوا بالأول. ميلاد فرح وعطاء، الميلاد إنه نتعلم التواضع، الميلاد إنه نكون زي يسوع. ابعدوا عنكم كل كبرياء اللي خلى آدم يسقط، وعيشوا حياة جديدة مع يسوع آدم الجديد اللي ولد عشان يخلصنا. ميلاد فرح، ابعدوا عنكم الكبرياء.